زي البطل. عاش ثابت ومات بطل. كابتن ثابت البطل طبعا الذكرى ال14 ليه وفاته، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته. يعني احد ابرز الشخصيات على مدار تاريخ الكره المصريه بشكل عام، حارس عظيم، كان حارس كبير جدا 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 بالنسبه للنادي الاهلي منتخب مصر، وحقق بطولات كتير قوي في الحقيقه سواء مع النادي او مع المنتخب. والاهم كمان من كل ده ان هو كانت شخصيته قوية جدا ومؤثرة بشكل كبير جدا في كل العشاق وجماهير القلعة الحمراء اللي بيتذكروه حتى الآن، حتى بعد مرور 14 سنة على وفاته. زي النهاردة عام 2005 توفى هذا اللاعب والحارس العظيم كابتن ثابت البطل، وأثر بشكل كبير جدا في شخصيات أهلوية كتير قوي قوي متواجدة داخل النادي الأهلي، وكمان مؤثر بشكل كبير جدا في جمهور النادي الأهلي، وكان ليه مواقف عديدة محدش يقدر ينساها. كابتن ثابت البطل أكيد ربنا يرحمه، نجم كبير إن شاء الله نتمنى له الرحمة ويسكنه يا رب فسيح جناته دايما. عاش ثابت ومات بطل. مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة الخميس من كلام في الميديا حلقة جديدة هتكون مهمة جدا وهنتكلم فيها كالعادة وزي ما عودناكم دايما العديد من الأمور الهامة اللي بتخص كل جمهور النادي الأهلي. في الحقيقة النهاردة في كلام مهم جدا عايزين نتكلم فيه، وهبتدي معاكم الحلقة قبل ما نروح للعناوين الهامة زي ما عودناكم، لكن هبتدي معاكم الحلقة ببيان مهم جدا جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي خرج من حوالي ساعتين أو ثلاثة بالظبط يعني من دلوقتي، وأكيد ده كان بيان مهم. خليني أقرأ عليكم البيان لأنه غاية في الأهمية في الحقيقة، وبيرد على كلام كتير قوي قوي واستفزازات كانت كتيرة جدا خلال الكام يوم اللي فاتوا. طيب البيان، أصدر النادي الأهلي بيانا جاء نصه كالتالي: النادي الأهلي وهو يقدر تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الأطراف في أزمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكأس، والعمل على التعاون بين كل عناصر المنظومة الرياضية من أجل المصلحة العليا للبلاد. يؤكد النادي على أنه لم يتلقى أي مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة، بخصوص تعديلات في جدول الدوري أو مواعيد جديدة لمباريات الكأس، فضلا على أننا ننتظر ردا من الاتحاد على أسباب تأجيله لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، ومعرفة الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الأهلي في الفترة القادمة بعد إغلاق بعض الاستادات لتطويرها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي ستقام في يونيو المقبل. والنادي الأهلي وهو يؤكد على احترامه للمنظومة الرياضية عندما يتلقى مكاتبات رسمية من اتحاد الكرة بخصوص ما سبق الإشارة إليه، سوف يتم دراسة الموقف كاملا بما يحفظ حقوق الأهلي المشروعة والتي تتفق مع اللوائح والقوانين في كل المسابقات. ده بيان أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة الظهر كده، وبيان مهم جدا، وزي ما احنا شفنا وزي ما قرينا مع حضراتكم كلام أكيد مهم جدا. ليه بقى مهم؟ لأن الفترة اللي فاتت ناس كتير بتقول ها الأهلي هيعمل إيه؟ الأهلي هيلعب ولا مش هيلعب؟ الأهلي يا جماعة ما بيتعاملش غير من خلال أوراق رسمية. الأهلي من أهم مميزاته إن هو بيستف أوراقه صح،
ما عمري ما هطلع ارد كنادي اهلي طبعا عمره ما هيطلع يرد على اي كلام مش رسمي. انت دلوقتي انا هرد عليك في حاله واحده بس، لما تبعت لي جواب رسمي او خطاب رسمي بشيء ما ممكن اطلع ارد اقول لك اتجاهي ايه او انا قراري هيكون ايه. الاهم من كل ده والجمهور النادي الاهلي اكيد متاكد منه بشكل كبير جدا، اللي تعودته عليه دايما من شخصيه للنادي الاهلي مش هتتغير، وده المهم. النادي الاهلي هيكون ليه بيان اخر لما يجي له مكاتبات رسميه. ده كان شيء مهم، مش عايز اعلق طبعا اكتر من كده لان البيان يعني مش محتاج تعليق في كل الكلام والامور والاستفسارات اللي ممكن يكون بيسال عليها جمهور النادي الاهلي. وكلنا ثقه كبيره جدا 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 في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. طيب الشيء المهم ايضا يا جماعه، وبخلاف طبعا البيان وخلاف اللغط اللي موجود على الساحه الرياضيه المصريه، الاهم في الحقيقه كمان من كل ده هي العلاقات ما بين الجماهير، جماهير الاهلي والزمالك بالتحديد، لان هم اكبر ناديين في مصر، اكبر جمهورين في مصر. سيبكم من بيراميدز، بيراميدز ما عندوش جماهير، انا بتكلم بالتحديد على جمهور الاهلي والزمالك. ليه حاله الاحتقان اللي موجوده دلوقتي في الفتره الحاليه؟ مش عارف، احنا شفنا حالتين حصلوا قبل كده، سواء الجمهور الاهلي طبعا وفاه 74 شهيد من جمهور النادي الاهلي، وكمان من جمهور النادي الزمالك من حوالي 4 سنين. فبالتالي حادثتين كبار جدا مش عايزين يتكرروا يا جماعه تاني. الاحتقان ملوش اي لازمه، شجع ناديك بكل احترام، شجع ناديك وسنده بكل قوه، مفيش اي مشكله. الاهم ان انت ما تتدرجش للنادي الاخر. لما تكسب يا عم ضايق، ده غيظ الجمهور التاني مش عارف ايه، بس في حدود. مش عايزين نعمل مشاحنات ما بين الجماهير وما بين بعض. نادي الاهلي نادي كبير ونادي عظيم جدا، وجمهوره جمهور كبير جدا جدا جدا. نفس الشيء بالنسبه لجمهور نادي الزمالك، نادي كبير ونادي عظيم ايضا، وليه جمهور وقاعده جماهيريه ايضا كبيره. الاهم يا جماعه من كل ده ان احنا مقبلين على بطوله الامم الافريقيه. في ماتشات مصر الاهلاويه والزمالكاويه هيبقوا قاعدين جنب بعض عشان يساندوا المنتخب المصري. فاللي بيحصل دلوقتي ملوش اي لازمه، لازم ان احنا يعني نفكر شويه قبل ما يكون في شتايم ومشاحنات ما بين الجماهير. وفي الحقيقه اللوم، كل اللوم على المسؤولين اللي بيطلعوا سواء فيديوهات او تصريحات بطريقه مستفزه تستفز الجمهور الاخر. انت لما تهاجم مجلس اداره نادي معين، طب ما هو جمهور النادي ده هيزعل هيتضايق. عايز تنتقد او عايز تتكلم، خليك في سياق الاحترام، ده الاهم وده اللي بيبقى. فبالتالي شيء مهم جدا ولازم المسؤولين ياخدوا بالهم من الكلام ده. كل الاحترام لكل المسؤولين في مختلف الانديه المصريه، النادي الاهلي وسياسته وسياسه القناه وسياسه واخلاق ومبادئ النادي الاهلي بشكل عام بخلاف القناه، يعني متعودين دايما على الكلام ده. في مبادئ وفي اسس بنتحرك من خلالها، وفي اخلاق وفي طريقه للرد تبقى طريقه في سياق محترم، وده اللي متعودين عليه دايما كابناء للنادي الاهلي. وفي نفس السياق احنا بنكون يعني بنحترم بشكل كبير جدا كل جماهير الانديه الاخرى وكل المسؤولين في الانديه الاخرى. المهم من المسؤولين اللي في كل الانديه ان هم ياخدوا بالهم من تصريحاتهم، لان انت المفروض اسمك مسؤول، فبالتالي تصريحاتك انت بتبقى مسؤول عنها. فمهم جدا انت قبل ما تقول اي تصريحات تفكر التصريحات دي ممكن تعمل ايه. مش عايزين كارثه جديده في الكره المصريه، وخصوصا زي ما قلت لكم مقبلين على حدث هام جدا وهو بطوله الامم الافريقيه في مصر، واللي اكيد ان شاء الله كل جماهير الكره المصريه هتساند المنتخب بشكل قوي عشان نحقق الحلم والهدف بعد غياب فتره ان احنا نحقق بطوله الامم الافريقيه، خصوصا هي على الاراضي والملاعب المصريه. طيب ده كان كلام مهم جدا كان لازم ابتدي بيه حلقه النهارده. في الحقيقه الحلقه هتكون قصيره جدا، احنا مستمرين معاكم لحد الساعه 6:30، فبالتالي سامحونا لو الريتم بتاعنا هيكون سريع شويه، لان بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نلم اكبر قدر ممكن من الاخبار الهامه. عشان كده يلا نروح نشوف امال العناوين. اداره الاهلي تثمن تدخل الوزير وحطب وتنتظر المخاطبات الرسميه مع الجبليه. الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي. سعد سمير جاهز لقيادة دفاع الأهلي في الدوري. لاسارتي يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي. مدرب الأهلي يتسلم تقريرا عن الغائبين في الأهلي أمام سيمبا. برنامج بدني للاعبي الأهلي لتفادي الإجهاد. أجيري يستقر على ضم كوكا وجمعة ودونجا لمعسكر مارس.
طيب يعني زي ما احنا شفنا في العناوين كده عندنا اخبار كتيره جدا مهمه، علشان كده سريعا خلينا نروح نشوف اهم كتب عن النادي الاهلي في صحف النهارده. الأخبار: مدرب الأهلي يحمل الرطوبة والحر مسؤولية الخسارة أمام سيمبا، غضب من الشحات وصبحي والعودة للتدريبات اليوم استعدادا للإنتاج. الوفد: سقطة سيمبا تثير غضب جماهير الأهلي، لاسارتي يبرر السقوط بالرطوبة ويتحدى سنتأهل عبر المجموعة. الشروق: عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سيمبا التنزاني، سعد سمير يعود للتشكيل أمام الإنتاج الحربي، عبد الحفيظ إصابة اللاعب ليست خطيرة، لاسارتي فرصة الصعود لربع نهائي دوري الأبطال قائمة، وغياب التوفيق سبب الهزيمة في دار السلام. المسا: الخطيب غاضب من لاعبي الأهلي، طالب بعودة شخصية البطل في مباريات الدوري وأفريقيا، الإدارة تتواصل مع الجبلية للبحث عن حل لمشكلة ملعب لقاءات الفريق. مجلة الأهلي: من بطولة لبطولة الله يكون في عونه، الأهلي المضغوط يلعب مباراتين في 4 أيام، يواجه الإنتاج السبت والداخلية الأربع. الجمهورية: أبدى تمسكه ببقاء اللاعب، الأهلي يجدد لأجاييه بمليون دولار. طيب عايز ابتدي بالاخبار، جريده الاخبار طبعا يعني قايلين خبر مهم جدا وخاص بمدرب الاهلي يحمل الرطوبه والحر مسؤوليه الخساره. موضوع سيمبا خلاص يعني قتل بحثا زي ما بنقول، والناس كتير اتكلمت فيه وناس كتير حللت المباراه بشكل عام، وللاسف هزيمه ما كناش نتمناها اطلاقا وتعتبر هزيمه مفاجاه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لكن تكمله للخبر: غضب من الشحات وصبحي والعوده للتدريبات اليوم استعداد الانتاج. الاهم بالنسبه لي غضب من الشحات وصبحي. لما الاهلي يا جماعه بيخسر او اي فريق بيخسر بشكل عام في اي مباراه، المسؤوليه دايما دايما بتتحمل الفريق ككل، سواء جهاز فني او لاعبين. الجهاز الفني هو بيبقى ادرى مين اللي اخطا في هذه المباراه. الاخطاء عمرها ما تكون اخطاء فرديه، دايما في النادي الاهلي متعودين ان الهزيمه او الفوز بينسبوا للفريق ككل. فبالتالي مفيش غضب من الشحات وصبحي بالتحديد، يعني الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان في اخطاء كبيره ممكن يكون وقع فيها الفريق بشكل كامل، مش اشخاص معينين او لاعبين معينين، واكيد هيتم معالجه هذه الاخطاء من قبل مستر مارتين لاسارتي وجهازه المعاون. واللي في الحقيقه بخلاف مباراه اول امس كان الاهلي ماشي بشكل جيد جدا، ظروف ما ممكن اخطاء فنيه وارد وطبيعي جدا انه ممكن يكون في اخطاء فنيه. الاهم ان هو ازاي هيعالجها مستر مارتن لاسارتي. الراجل كان ماشي كويس، مش عايزين ان احنا نحاسب الراجل بالقطعه، لسه المشوار طويل جدا جدا، طوله الدوري وطوله دوري ابطال افريقيا. الاهم مسانده جمهور النادي الاهلي كالعاده للاعبي الفريق والجهاز الفني ويفضلوا دايما في ظهره. طيب من ضمن كمان الاخبار المهمه، المسا قالت ان الخطيب غاضب من لاعبي الاهلي وطالب بعوده شخصيه البطل في المباريات. وارد ان يكون في تدخل، مش يعني مش عايز اقول تدخل بشكل ما، لكن يعني دايما بيكون في ايه زي كلام كده مهم من المسؤولين، يعني كابتن محمود الخطيب وارد ان هو يكون طلب اللاعبين بجديه اكتر، يعني طلب اللاعبين جديه اكتر في المباريات. ومن لاعبي النادي الاهلي اوريدي طبعا بيلعبوا المباريات كلها بجديه، لكن لازم مع الجديه دي يكون في حرص على عدم الهزيمه بالتحديد خصوصا خارج ارضك، يكون الحرص الاكبر ان انت دايما تكسب، واحنا ده اللي متعودين عليه دايما من قبل النادي الاهلي. بالمناسبه كابتن محمود الخطيب النهارده حضر مران الفريق علشان يآزر اللاعبين قبل المرحله الهامه المقبله، وعندنا مباراة مهمة جدا إن شاء الله أمام الإنتاج الحربي يوم السبت، مباراة صعبة قوي. كابتن مختار من المدربين الكبار جدا، وفي الحقيقة فريق إنتاج الحربي فريق بيضم عناصر جيدة جدا. كلنا فاكرين المباراة الأولى في الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وكان في خطأ كارثي، خطأ كارثي نتمنى إن هو ما يتكررش في المباريات اللي جاية وتحديد مباراة الإنتاج، خطأ تحكيمي يعني وضرب الجزاء وليد أزارو طبعا. بالمناسبة فريق الإنتاج الحربي بيحتل المركز الرابع في بطولة الدوري، يعني معنى كده أنه فريق قوي جدا ورخم كرويا من الآخر. يعني إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة ويقدر يتخطى هذه العقبة في مشواره نحو إن شاء الله استعادة الصدارة بإذن الله من بطولة الدوري، والهدف الأساسي دايما الفوز بهذه البطولة المفضلة. مجلة الأهلي بتقول ان من بطوله لبطوله الله يكون في عون الاهلي، الاهلي المضغوط يلعب مباراتين في 4 ايام، عندك ماتش يوم السبت
مع الانتاج الحربي والداخليه الاربعه. وده هيخليني اتطرق لجزئيه اخرى، يعني مع كل الاحترام والتقدير لكل المحللين بشكل عام، يعني كان امبارح بعد مباراه الزمالك اللي خسر او تعادل عفوا فيها امام الفريق الجزائري نصر حسين داي، واكيد كنا نتمنى كل الفوز للانديه المصريه في البطولات الافريقيه بشكل عام لان هم بيمثلوا مصر، لكن بعد التعادل بعض المحللين قالوا ان في ضغط واجهات على لاعبي نادي الزمالك، ما بالك لاعبه النادي الاهلي اللي بيواصلوا في موسمين ملتحمين بعض ويمكن اكتر من موسمين كمان. انت عندك بطوله دوري ابطال افريقيا خلصت دخلت في بطوله ثانيه على طول، فطبعا ده اجهاد، وده من ضمن الاسباب على فكره، من ضمن الاسباب مش السبب الرئيسي في الاصابات لان في اسباب اخرى تمام. فبالتالي كمان عنده بطوله الدوري كان في عدد كبير جدا من المباريات المؤجله بسبب بطوله دوري ابطال افريقيا، مباريات بتتلعب كل يومين او ثلاثه، فبالتالي اجهاد كبير جدا بالنسبه للاعبي الاهلي، وده اللي بتتكلم فيه مجله النادي الاهلي ان الفريق عنده مباراه الانتاج يوم السبت ومباراه الداخليه يوم الاربع، فتره قليله جدا وصعب جدا على اي فريق وصعب على اي جهاز فني، صعب على اي لاعبين. واللي مستغربه في الحقيقه ان فرق اخرى بتلعب عدد اقل من هذه المباريات اللي بياخدها النادي الاهلي وبيتكلموا في اجهاد. اكيد نتمنى لهم كلهم كل التوفيق بشكل عام في المباريات الافريقيه بالتحديد، لكن انا بس قصدي ان انا عايز ابين ان النادي الاهلي هو اكثر الفرق تعرضا للاجهاد، وده باين جدا من خلال جدول المباريات سواء في بطوله الدوري او حتى بطوله دوري ابطال افريقيا. الجمهورية بتتكلم على ان اجاي خلاص اقترب من التجديد. خليني اقول لكم معلومة مهمة جدا، خلال ساعات او خلال ايام قليلة جدا ان شاء الله باذن الله اقترب النادي الاهلي من اعلان بشكل رسمي عن تجديد جونيور اجاي لعقده مع فريق النادي الاهلي. وفي الحقيقة هو لاعب مهم جدا، وبان جدا الفرق لما كان اللاعب ده مصاب وعاد. طبعا النادي الاهلي ما بيوقفش على اللعيب بعينه يعني، لكن لعيب عنده مهارات خاصة وعنده قدرات بتقدر تفيد الفريق بشكل أو بآخر، وبيجيد كمان اللعب في التلت الأمامي كله، يعني سواء صنع ألعاب وينج رايت وينج ليفت، مهاجم، لعيب مميز جدا جونيور أجاي، ومن ضمن الأهداف الرئيسية للجهاز الفني وطبعا كابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة إن النادي إن شاء الله يجدد لجونيور أجاي. وبالمناسبة اللاعب متمسك جدا 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 بتواجده داخل النادي الأهلي، يعني تحس إن هو أهلاوي كده، من بعض اللاعبين الأفارقة اللي ممكن تحس إن هو حابب قوي يكون جوه النادي الأهلي، زي مثلا جلبرتو طبعا أبرزهم، احد اللاعبين الكبار في تاريخ النادي الاهلي اللاعب الانجولي. فبالتالي يعني ما تقلقوش موضوع جونيور اجاي بعد التجديد طبعا لعلي معلول احد اهم اللاعبين ايضا، وتجديد لكريم ندفد اللي ما شاء الله عليه لعيب مميز جدا. ان شاء الله النادي الاهلي في طريقه للاعلان عن تجديد التعاقد مع جونيور اجاي مهاجم النادي الاهلي اللاعب النيجيري الهام جدا. كلها اخبار جيده، وكمان خلال الفتره اللي جايه هيعود عدد كبير من المصابين بالاضافه للي عادوا، فبالتالي هيكون عندك قائمه مكتمله من لاعبي النادي الاهلي اللي هيخوضوا غمار منافسات كبيره سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا. ده اللي كان بيخص النادي الاهلي في الصحف النهارده، شوف ايه اللي بيخص النادي الاهلي في المواقع، يلا بينا. الاهلي ده من الشروق، الاهلي نقدر تدخل وزير الرياضه وحطب، ننتظر خطابات او خطابا رسميا من اتحاد الكره لدراسه الموقف. الموقع الرسمي للاهلي، السوشيال ميديا الاهلي تحتل المركز ال17 على العالم في تقرير الفرانس فوتبول. الشروق، في ذكرى وفاته ال14 ثابت البطل رسخ معنى الانتماء والوفاء في الاهلي. الفجر الرياضي، الاهلي يحسم عوده 6 لاعبين من الاصابات. الموقع الرسمي للاهلي، الاهلي 2006 يفوز على الوحده الاماراتي 4-0 في بطوله دبي. الموقع الرسمي للاهلي، سيدات سله الاهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمصر للتامين. طيب الشروق يعني سريعا كده بتتكلم عن البيان اللي اصدره النادي الاهلي واحنا خلاص اتكلمنا فيه. بالمناسبه هو اتحاد الكره ما بعتش مخاطبات رسميه للنادي الاهلي ليه حتى الان، لان في تعديلات كثيره حصلت ومفاجات تعتبر بالنسبه لاتحاد الكره بعد عوده النادي الاسماعيلي، واللي احنا مبسوطين جدا ان هو عاد للبطوله الافريقيه ونتمنى له كل التوفيق. فبالتالي هيكون في تعديلات في جدول المباريات بالنسبه للاسماعيلي، فده برضو انت هتعمل تعديلات الاسماعيلي فهتبقى مضطر
ان انت تعدل لبقيه الفرق، لان في بعض الفرق اللي ممكن كانت هتواجه الاسماعيلي في نفس التوقيت اللي اصدر فيه الاتحاد الافريقي بعد او مواعيد جديده لمباريات الاسماعيلي في بطوله دوري ابطال افريقيا بعد استبعاده وعودته مره اخرى. فبالتالي من الاخر كده النادي الاهلي هيتعامل مع الخطاب الرسمي لما يصدر بقرارات جديده او جدول جديد للمباريات، كلها حاجات تخص مجلس اداره النادي الاهلي اللي بنثق فيه كل الثقه ان شاء الله باذن الله. طيب مهم جدا اروح استضيف على الهاتف زميلي العزيز محمد طه مراسل قناه الاهلي واللي حضر مران الفريق النهارده عشان يطمننا على الفريق بشكل كبير. يا ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الخير امير، مساء الخير عليك، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طبعا كله تمام، تحياتي طبعا لكل المشاهدين قناه الاهلي كلهم. اهلا بك يا محمد، عايزين نعرف كل التفاصيل الخاصه بمران الفريق النهارده واستعدادات النادي الاهلي لمباراه الانتاج الحربي ان شاء الله يوم السبت. طيب يمكن المران النهارده بدا يمكن في الساعه 4:30 عصر، بس كان اهم ما يميز المران اليوم هو حضور الكابتن محمود الخطيب نادي الاهلي. المران يمكن عقد جلسه مع اللاعبين قبل المران تمرن حوالي في نص ساعه او اكثر، واتكلم فيها مع اللاعبين عن ضروره العمل بشكل جاد في الفتره المقبله ونسيان مباراه سنتا والتركيز في الفتره القادمه. ايضا مستر سافي عقد جلسه مع اللاعبين واتكلم فيها مع اللاعبين عن ضروره مباراه الانتاج الحربي ونسيان المباراه السابقه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ويمكن ايران يوم يمكن مستر سافي المدير الفني كان تسلم ايضا تقرير شامل عن حاله اللاعبين اللي كان غابوا عن رحله الفريق الاخيره، وكان شمل التقرير حاله اللاعبين غير مقيدين ايضا في القائمه الافريقيه واللي اتمرنوا اندران اللاعبين، وايضا بسبب اللاعبين اللي غابوا بسبب الاصابات. ايضا مستر رفافي كان يمكن تجهيزاته بالنسبه للتقرير او متابعته لكل اللاعبين يمكن حابب ان هو يجهز كل اللاعبين بالنسبه للفريق بالنسبه للمرحله المقبله بسبب طبعا ضغط المباريات زي ما انت عارف. طبعا المحاضره اللي كانت مع اللاعبين قبل انطلاق المباراه اتكلم فيها ان مباراه الانتاج الحربي واحده من المباريات المهمه المفروض الاهلي يبص لها، لان المنافس منافس قوي طبعا، بالتالي محتاج ان هو يبقى عنده كل العناصر المهمه في هذه المباراه ويكون في تركيز اعلى وما ياثرش اي نتيجه سلبيه سابقه او اجهاد بدني على اللاعبين، خاصه وان المباراه يوم السبت القادم. ايضا تحدث المدير الفني عن ضروره عوده صابين، ويمكن النهارده شهد المران عوده فتحي وحمودي ومروان وازارو وسعد سمير وشاركوا فعلا النهارده بشكل كبير في الجري وفي بعض الترتيبات، ولكن صالح وحمودي وازارو عفوا صالح وحمودي وازارو وفتحي ما شاركوش في التقسيمه، لكن شاركوا في الجانب التدريب البدني والجانب كان في الجزء اللي هو بالكره او التدريبات الاوليه. لكن سعد ومروان شاركوا في التقسيمه ويعتبر شاركوا في المران بشكل كامل. ايضا اللاعبين اللي ادوا المباراه الاخيره الاساسيين كان بالنسبه لهم النهارده كان تقسيمه خفيفه او تمرين خفيف بالنسبه ليهم للاستشفاء وبعض الجري حوالي الملعب، وبعد كده يمكن استكملوا بعض التمرين في الجيم. كان التقسيمه الاخيره المبدئيه في التدريب النهارده كانت قويه جدا، واشرف عليها طبعا المدير الفني بنفسه، ابتسمت بجديه والتنافس بين اللاعبين، وشهدت ايضا يمكن باسم اشترك مع محمود وحيد في كره مشتركه اشتكى يمكن منها وحيد من كدمه بسيطه، طبعا وكلنا قلقنا يكون وحيد من ضمن المصابين، لكن الحمد لله مع تدخل الدكتور خالد محمود استكمل المران بشكل طبيعي، وكانت ايضا هناك حصه تدريبيه اخرى لحراسه المرمى بقياده كابتن طارق سليمان مع الثنائي شريف اكرامي وعلي لطفي. كان عايز اضيف لك كمان النهارده شارك اللاعب العربي بدر لاعب وسط المدافع مواليد 2001 مع الفريق باول النهارده، يمكن لاعب مميز جدا وبينتظره مستقبل باهر جدا. كويس فعلا. طبعا مشاركته ايمانا طبعا من المدير الفني التصعيد لاعبين الشباب اكتساب بعض الخبرات. ايضا على الجانب الاخر وليد سليمان النهارده بدا مرحله جديده من التاهيل في الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، وكان سليمان طبعا زي ما انت عارف تعرض لجزع في الرباط التحتيلي للركبه في شاركته في مباراه شباب الثوره اللي كان شارك فيها، وايضا محمد نجيب النهارده اجرى بعض التدريبات التاهيليه في حمام السباحه. كده كل الدار النهارده داخل ملعب التتش في ما يخص الفريق الاول لكره القدم.
بشكرك محمد، شكرا جزيلا. محمد طه زميلنا الجديد والعزيز معنا في قناة الأهلي ومراسل قناة الأهلي، قال لنا كل التفاصيل الخاصة بمران الفريق النهاردة استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي، وأخبار أكيد مهمة جدا قالها زميلنا محمد طه بتحديد المصابين يعني، وهنتكلم عليهم في خبر لاحق. طيب بسرعة كده، الموقع الرسمي نكمل طبعا اخبارنا الخاصه بالنادي الاهلي على المواقع. الموقع الرسمي النادي الاهلي قال ان السوشيال ميديا الاهلي تحتل المركز ال17 على العالم في تقرير الفرانس فوتبول. لسه الفرانس فوتبول مطلعه تقرير اخر من يومين ثلاثه كده، النادي الاهلي بيحتل المركز 21 على مستوى العالم من حيث الاهميه، لكن ده تقرير اخر مهم جدا وهو خاص بالسوشيال ميديا الخاصه بالنادي الاهلي سواء على فيسبوك او تويتر او انستغرام، بيحتلوا المركز ال17 على مستوى العالم. وده على فكره مركز جيد جدا في ظل تواجد عدد كبير من الانديه العالميه واللي ليهم جماهيريه كبيره قوي 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 يعني على مستوى العالم، فكون النادي الاهلي يكون متواجد في المركز ده فدي حاجه اكيد جيده جدا طبعا في السوشيال ميديا. النادي الاهلي ليه متابعين كتير جدا على الموقع الرسمي للنادي الاهلي او على الصفحات الرسميه الخاصه بالنادي الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. طيب من ضمن الاخبار سريعا اللي عايز اعلق عليها وهي خاصه بالفجر الرياضي، وان الاهلي بيحسم عوده 6 لاعبين من الاصابات، وزي ما قال لنا زميلنا محمد طه كده في بعض اللاعبين شاركوا في التدريبات الجماعيه النهارده بشكل عادي. سعد سمير، عايز بالتحديد اتكلم عن سعد سمير. سعد سمير كان عنده اجهاد في العضله الضمه ليس الا يعني حاجه كانت بسيطه جدا، خوفا على اللاعب ان الاصابه ما تتفاقمش تم اراحته في مباراه سيمبا وما سافرش مع الفريق، لكن هي حاجه بسيطه. وسعد كان بيأدي تدريبات هنا منفرده بشكل جيد جدا او مع مجموعه المستبعدين، وده كان ناتج عن المباريات اللي لعبها سعد ورا بعض بعد فتره من الغياب. احنا عارفين سعد كان بقاله فتره في موضوع المصابين، وست مصابين النادي الاهلي يعني بيتم تجهيزهم. احمد فتحي خلاص قرب بشكل كبير وشارك في تدريبات النهارده زي ما قال لنا محمد طه كده في ميعاد التقسيمه سواء هو او احمد حمودي اللي كان عنده اجهاد عضلي ايضا. في المقابل مروان محسن خلاص اصبح جاهز بشكل تام وبيشارك في التدريبات الجماعيه بجوار سعد سمير، ووليد ازارو يعني خلاص ايام قليله جدا وهيشارك في التدريبات الجماعيه كلها بما فيهم التقسيمه اللي بتكون مع نهايه المباراه، وهو احد اهم اللاعبين في صفوف النادي الاهلي. في الحقيقه كل المصابين مهمين، مش المصابين بس، كل اللاعبين المتواجدين في قائمه النادي الاهلي مفيش لاعب يقل اهميه عن اللاعب الاخر، كلهم ان شاء الله يساندوا ويسهموا بشكل كبير جدا في فوز النادي الاهلي بمختلف المباريات والتحديات الكبيره اللي بيخدها النادي الاهلي في هذه الفتره. فبالتالي ان شاء الله نتفائل خير بالمرحله الهامه المقبله. ممكن الفتره اللي فاتت كان جمهور النادي الاهلي متعشم بشكل اكبر ان هو ما يخسرش مباراه سيمبا التنزانيا، كان هي ظروف اكيد كتيره ممكن يكون مر بيها النادي الاهلي وبتتمثل في الاجهاد. انا مش بطلع اعذار خالص يعني، كل دي مش اعذار بس حاجات كلها عوامل بتؤدي الى الهزيمه بالنسبه للفريق او تحقيق نتائج عكس رغبه جمهور النادي الاهلي، واحنا عارفين الرغبه دايما عند جمهور الفريق بتكون هو الفوز ثم الفوز ثم الفوز، الاهلي ما بيتفكرش غير في الانتصار بشكل دائم. فبالتالي ان شاء الله نامل في المرحله المقبله يتم علاج الاخطاء الفنيه الخاصه سواء بالجهاز الفني واللاعبين، والجهاز الفني على درايه كامله بالاخطاء اللي ممكن يتم التعامل معها خلال المرحله اللي جايه. كمان ان شاء الله عوده المصابين هتضفي مزيد من القوه على صفوف النادي الاهلي ومزيد من الاختيارات بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي، واللي بيمشي في بطولتين في توقيت واحد والاثنين بصراحه ما يكونلوش اهميه خالص عن بعض سواء بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الأمور كلها تسير بالشكل الجيد. مباراة الإنتاج الحربي هتكون مباراة غاية في الصعوبة، إن شاء الله هتكون في تمام الساعة 6 مساء أعتقد على ملعب بيترو سبورت، فبالتالي إن شاء الله النادي الأهلي يوفق في نعم يا جماعة ماتش كام؟ 6 ماتش 6. فبالتالي ان شاء الله نتمنى للاهلي يكون موفق في هذه المباراه يحصل 3 نقاط اخرى جديده في بطوله الدوري، عايزين يواصل انتصاراته المحليه ويعود للانتصارات بعد الهزيمه الافريقيه. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق بشكل كبير في الفوز بهذه المباراه. عندك بعديها الداخليه وبعديها الجونه، مش عارفين ممكن يكون في تعديلات اخرى ايه بالنسبه لجدول بطوله الدوري، كله هيبان خلال الفتره الجايه. طيب دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا حلقه الخميس، واحنا عارفين ان النهارده حلقه ضيقه شويه لان احنا كنا مرتبطين باكثر من استوديو خاص بفرق الناشئين في النادي الاهلي، واكيد اتكلمنا او حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نتكلم في كل ما يخص النادي الاهلي من اخبار هامه جدا.
قبل ما اختم عايزين يعني برضو نحيي ذكرى وفاة الراحل الكبير كابتن ثابت البطل نجم نجوم النادي الاهلي السابق وهذه الشخصيه العظيمه اللي اثرت في كل الاهلاويه بشكل كبير، وكمان ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في ما تبقى من مسيره في بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنوني يوم الخميس الجاي وحلقه جديده ان شاء الله من كلام في الميديا. الى اللقاء. يا ده عسابي زي البطل.